بعد قضاء ثلاثة سنوات من الجهد والمثابرة فإن معهد تدريب عمال الصحة والشؤون الاجتماعية بجاسي يحتفل بتخريج الدفعة الثامنة للقسم العربي والتي سميت بدفعة المرحوم سيد وياع والبالغ عددهم واحد وعشرين خريج وخريجة في مجال التمريض العام بدأ الحفل بكلمة شكر وعرفان قدمها احد الخريجين للمعلمين الذين بذلوا الغالي والنفيس من اجل تعليمهم طيله فتره الدراسه بالمعهد امينه الدوله في الصحه العامه والوقايه زينب بشير موسى طلبت من المحتفى بهم تطبيق ما تلقوه على ارض الواقع لان البلاد بحاجه الى الكادر الصحي لتقديم الخدمات الصحيه للمواطنين كما تعلمون تمر البلاد حاليا بفترة انتقالية تولي محورها الرئيسية الاهتمام الكامل للنظام الصحي كما يوفر الرئيس الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي الوسائل اللازمة لضمان الرعاية أن تهز هذه الفرصة لأوصي أبنائي الخريجين المهتفى بهم إلى الاحتراف وهو هذه المهنة النبيلة التي تتطلب منكم الصبر والإنسانية رئيس مجلس إدارة مجموعة معهد تدريب عمال الصحة، أنديل جوتو، أوضح بأن الكلية قامت بتخريج العديد من الطلاب، فضلاً عن تدريب فنيين في مجال الصحة، والممرضات، والقابلات المعتمدات في مختلف المراكز الصحية للدولة، وذلك من أجل تحسين الجودة في تطوير الخدمات الاجتماعية ورعاية المرضى، وفي هذا الشأن، تبقى اللحظة المنتظرة وهي اللحظة الأخيرة من الحفل ليبقى تكريم المعلمين والطلاب الذي أعطى الحفل رونقا وجمالا في نفوس الخريجين